بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. الحديث الثاني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أيضا أورده المصنف رحمه الله في تحت الترجمة باب القراءة في الصلاة، بمعنى ماذا يقرأ ومواطن القراءة وغيرك من الأحكام التي مر بعضها وسيأتي البعض الآخر، لأنها أورد في هذا ستة أحاديث. الأول كان في قراءة الفاتحة، وهو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتكلمنا عنه وعن الفاتحة وعظم منزلتها ومقامها وأنها هي أم القرآن وأم الكتاب إلى آخره. وهذا حديث في ما يقرأ بعد الفاتحة، ما يقرأ بعد الفاتحة، ما كان سرا وما كان جهرا، القراءة ما يقرأ سرا وما يقرأ جهرا. فهذا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. معلوم أن صلاة الظهر رباعية، صلاة الظهر أربع ركعات، في الركعتين الأوليين وفي كل ركعة أربع تقرأ سورة الفاتحة، في كل الركعات الأربع تقرأ سورة الفاتحة. وهنا قال إنه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وهذا هو الذي أيضا عليه المسلمون، يعني الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا في كل في المسلمون تناقلوا هذا
بالتواتر العملي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن الركعة الأولى أطول من الثانية. لكن من بعض فقه الحديث هل قوله أطول من الثانية فقط في القراءة أو حتى في الأفعال الركوع والسجود؟ بعض العلماء قال أنه الحديث يدل على يعني لا يدل على خصوصية القراءة، قد تكون الركعة الأولى أطول حتى في ركوعها وسجودها للركعة الثانية وهكذا. هذا من بعض فقه الحديث الذي استنبطه بعض العلم. لكن القراءة نعم، القراءة هذا لا يكاد يختلف فيه أحد أن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية، وهذا طبعا هذا هو المعتاد والأصل. لكن لو أنه قرأ في الثانية أطول من الأولى فلا حرج، لو قرأ في الثانية أطول من الأولى فلا حرج. كما تعرفون في الجمعة يقرأون سورة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الغاشية، والغاشية أطول، الغاشية أطول من سورة سبح اسم ربك الأعلى، فلا حرج لو أنه في بعض الأحيان أو احتاج أو الموقف في القراءة رأى أنه يمتد فكانت الثانية أطول من الأولى فلا حرج. لكن الأصل لا، الأصل أن الأولى أطول من الثانية. ثم أيضا من فقه الحديث هل يفيد أن الثالثة والرابعة ليس فيها قراءة غير الفاتحة؟ بعضهم يقول لا يفيد، إنما تكلم فقط عن مقدار الطول في الأولى والثانية. أما الحديث هذا في حديث تدل على أنه كان قد يقتصر على الفاتحة، لكن لو أنه يعني ليس فيه هنا دلالة نصية على أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة بغير الفاتحة بشيء زائد عن الفاتحة، هذا مما أثاره العلماء في فقه هذا الحديث. يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وأيضا قال إن الحكمة من التطويل في الركعة الأولى هو لينتظر الناس، يعني كما روي عن عطاء قال أنه ليكثر الناس، يطيل حتى يحضر الناس ويدركوا أو يدركون أو حتى يدركوا يعني الفريضة، فهو يطيل الأولى من أجل أن يتكاثر الناس ويتوارد الناس على الصلاة. يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، طبعا سرية، الظهر العصر كما معلوم القراءة فيها سرية، ولهذا قال يسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا، مما يدل على أنها سرية، بينما الفجر والمغرب والعشاء جهرية. ومع هذا لو أنه جهر في صلاة الظهر لا مانع، الصلاة صحيحة، لكن لخلاف الأولى الثابت والمتصل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء والفجر جهرية. ولو أنه لم يجهر في المغرب أو في العشاء فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. لكن الناس كل المسلمون كلهم تناقلوا، كل المسلمين من عهد الرسول إلى اليوم، وأن الظهر والعصر سرية والفجر والمغرب والعشاء جهرية. قال يسمع الآية أحيانا، بمعنى أنه الأصل سري لكن يسمعهم أحيانا. وقيل أن الحكمة من هذا الإسماع أحيانا إما لتنبيه الغافل حتى يدرك أنه في الصلاة ويستعيد استحضار
فكره وقلبه إلى آخره، والإنسان بشر على كل حال. وقيل أيضا لبيان أن سكوت الإمام ليس سكوتا من غير قراءة، سكوت بمعنى عدم جهر كما مر معنا، السكوت بمعنى أنه لا يجهر، لا أنه يصمت. ولهذا يسمع بعض الآيات أحيانا سرية حتى يعلم الناس أن الإمام يقرأ وأنه لم يكن ساكتا، وأن ينبغي للمؤمنين كذلك أن يقرأوا وأن لا يكونوا ساكتين بعد الفاتحة. وقيل لي أنه ليس مقصود، أنه لأنه يقولها أحيانا نتيجة يعني انشغاله في الصلاة ودخوله في الصلاة وتعمقه في التدبر أحيانا، وهو يتدبر قد يرفع صوته في بعض الآيات. على كل حال لا مانع أن يكون ذلك كله مرادا. وفي قوله أحيانا يدل على أنه أكثر من مرة، أحيانا يدل على أنه يرفع صوته في بعض الآيات أكثر من مرة، لأن أحيانا تعني أنه يقع متكررا. قال يسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. أيضا قالوا إن صلاة العصر أقصر من صلاة الظهر، قالوا إن صلاة العصر أقصر من صلاة الظهر. نعم هو يقرأ بالفاتحة بسورة والأولى أطول الثانية، لكن أولى العصر أقصر من أولى الظهر هكذا قالوا، وعصر وثانية العصر أقصر من ثانية الظهر يطول في، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب. هذا نص في أنه مقتصر في الركعة الثانية الثالثة والرابعة على أم الكتاب، لكن جاء في بعض الروايات أنه يقرأ، لما أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، وإلا الأصل هو أن يقتصر على أم الكتاب. قال وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية. صلاة الصبح معروف أن أيضا القراءة فيها طويلة، القراءة فيها طويلة، وأيضا كذلك إطالة القراءة في الركعة الأولى أيضا ليتكاثر الناس، لأن الناس غالبا مشتاقين من نومهم وقد يحتاجون إلى الوقت في الوضوء ونحو ذلك، ولهذا شرع أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والظهر والعصر من أوساطه والمغرب من قصاره، هذا هو الأصل. وإلا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطوال، ولكنه على 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 على, على قلة وليس كثيرا في بعض الأحيان. وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية، وهذا من السنة، السنة في صلاة الفجر أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ولا من كما قلنا في بعض الأحيان أن تكون الثانية أطول لأي يعني سبب من الأسباب، إما أن يكون الموقف وإما أن يكون يعني هذا الأصل وهذا هو السنة، لكن لو أنه أطال فلا مانع. ولهذا مثلنا لكم بقضية سورة الأعلى وسورة الغاشية. نعم. الحديث الثالث عن جبير بن متعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث الثالث عن جبير بن متعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن متعم هذا من سادات قريش ومن حكمائها، وأبوه المطعم
ابن عدي كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه المطعم ابن عدي، طبعا جبير هنا يروي وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبير كافرا، جاء هو ليفاوض في فداء أسارى بدر، في فداء أسارى بدر يعني في السنة الثانية من الهجرة، فسمع أن جاء المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، وحينما سمع قول أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل يقول أم عندهم إلى غير مسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير، متأثر بالقرآن جدا. والمقصود أنه جاء ليفاوض في أسارى بدر، وأبوه المطعم كان قد توفي، والمطعم هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من الطائف، حينما جاء من الطائف منعه قريش، منعته قريش من الدخول، فقال يجورني فأجاره المطعم ودخل. فلما جاء ابنه يفاوض في الأسئلة قال لو سألنيهم لو كان مطعم حيا وسألنيهم لأعطيته إياه، اعترافا بمقامه وفضله وأيضا لجميله، قال لو كان حيا لتركتهم له. والجبير أيضا من سادات قريش وأسلم يوم الفتح، وقيل إنه أسلم يوم خيبر، قيل يوم فتح وقيل يوم خيبر. وجبير يروي طبعا كما يقول هذا في علم الحديث تحمل كافرا وروى مسلما، والأصل رواية الكافر لا تقبل، لكنه تحمله حينما سمع حينما كافرا حينما كان كافرا ثم رواه بعد إسلامه، ولهذا يقبل. ومثله من تحمله صغير ثم رواه كبير تقبل. المقصود أن جبير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، والطور من طوال مفصل، من طوال المفصل، فبينما الأصل في المغرب أن تقرأ في القصار، ولكن لا مانع، بل حتى الرسول قرأ الأعراف، قرأ بالأعراف وقسمها في ركعتين، وقسمها في ركعتين، وقرأ بالدخان، وقرأ في بسور طويلة في بعض الأحيان المغرب. فالشيخ أورد هذا ليدلل على أنه لا ما أنه في المغرب الأصل أنها من قصار مفصل، ولكن لا مانع في بعض الأحيان أن يقرأ بالطوال، ولهذا أورد هذا الحديث كان يقرأ في المغرب يعني في صلاة المغرب بالطور. وقيل إنه لم يقرأ كلها وإنما قرأ من فلا أقسم في لا أم خلقوا من الآية، وأنه كان في بعض الروايات أنه لم يقرأ الطور كلها وإنما آيات من سورة الطور، لكن يبدو أنه بالسرور أنه قرأ الطور كلها، وفي بعض الروايات أنه قرأ في روايته جبير في بعض الروايات ذكر بعض آيات من سورة الطور. المقصود أن هذا الحديث يدل على أنه الإمام في بعض الأحيان لا مانع أن يقرأ بالطوال في صلاة المغرب، بل حتى بعضهم قد ينبغي أن يقرأ في بعض الأحيان حتى يعلم الناس السنة. نعم. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا صوتا أو قراءة منه. أيضا هذا حديث البراء
في ما يقرأ في العشاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. طبعا هو الأصل أن العشاء يقرأ فيها من أوساط المفصل والتين والزيتون من قصار المفصل، ولهذا أورد الشيخ الحديث من أجل هذا، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. وعلى كل حال كما قلنا الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع ولا سيما في المغرب والعشاء من أوساطه أو من قصاره، فالأمر في هذا واسع. وأيضا هذا قالوا سفر، والعادة أن المسافر يعني يخفف لانشغاله ولتعبه المسافر، ولهذا يعني شرع له قصر الصلاة وجمعها، أيضا قصر الصلاة وجمعها، لأن السفر مشغله وتعب، مشغله وتعب، ولهذا جاء ديننا بالتخفيف في السفر. ومن هنا خفف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء في سفره فقرأ بالتين والزيتون. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. هذا يدل على ما ينبغي للإمام من أن يحسن صوته حتى ولو كان في السفر، يعني السفر كما قلنا محل تعب ومحل يعني أو حتى أحيانا يعني قد يكون يعني ليس حضرا وليس وقد يكون ليس معه إلا يعني جماعة محدودة من رفاقه أو من رفقته، ومع هذا الأصل أنه ينبغي للمسلم أن يحسن صوته بالقرآن ولا سيما إذا كان إماما. ولهذا قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولهذا ينبغي للمسلم إذا كان إماما أو كان من يسمعه لما أن يحسن صوته، وهذا لا علاقة له بالرياء ولا بالإخلاص. أحب أن أقول كلمة فيما يتعلق بالإخلاص والرياء: الإخلاص قلبي والرياء قلبي. إخلاصك بينك وبين ربك، والرياء أيضا بينك وبين ربك. لا أحد يعلم هل أنت تراعي ولا تراعي، ولهذا لا ينبغي لك أن تتهم أحدا بالرياء حتى ولو رأيته يعني يتظاهر أو يعني في ظنك أنه يدعي ما ليس فيه أو أنه يريد أن يظهر مكانته أو مقامه عند من حوله، سواء من الشيوخ أو من الكبراء أو من الولاة أو من أقاربه أو من يعني يريد أن يعني حتى لو جاء في خاطرك أنه يعني يريد ما يريد لا تتهمه، لأن الرياء قلبي والإخلاص قلبي. ولهذا طلب من المسلم أن يتغنى بالقرآن، بمعنى أن يحسن صوته بالقرآن. فإذا رأيت إماما يحسن صوته ويرفعه ويردده أو يتباكى، إياك أن تتهمه بالرياء أو يقع في خاطرك تحتقره أو تقول هذا يعني تتهمه في دينه، أبدا، هذا بينه وبين ربه. الذي عمله كما تعلم مشروع، هو عمل شيئا مشروعا وهو تحسين الصوت بالقرآن، ولا سيما إذا أيضا أعطاه الله صوتا حسنا وقدرة على يعني حسن الترتيل وحسن الأداء، فلا تتهم أحدا أبدا. أو رأيت إنسانا يتبرع بمبالغ حتى ولو كان بالميكروفون، مثلا جمع تبرعات، قال واحد 50، قال 70، 80، 10، لا تتهم حتى ولو زاد على من قبله، هذا بينه وبين ربه.
لست مسؤولا لا شققت عن قلبه ولا. وبخاصة إذا علمت أحيانا أنه أن الصدقة الله عز وجل أذن بأن تكون أن تبدأ، إن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم، فإبداؤها لا إشكال فيه. لماذا؟ أولا ليتأسى به ويكون قدوة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته أنه في أحيانا كما قلنا في التبرع ولا تجمع للتبرع أو لمسجد ولا لفقراء ولا لمشاريع خيرية أو حتى في أدوات التواصل أو وسائل الإعلام أو التلفزيون أو نحو ذلك، وفتحوا للتبرع وصار الإنسان تكلم وتبرع وقال تبرع بكذا وأعلم فلان تبرع بخمسين ألف ستين ألف. إياك أن تتهمه وقال لا ما تبرع عشان الحكومة ولا تبرع عشان كذا ولا عشان تبرع عشان كذا ولا عشان يقال ولا عشان سجل اسمه، هذا لا تهم، هذا بينه وبين ربه. المهم أنك أنت اجتهد في أن يسلم دينك وأن يسلم قلبك، وهو عمله بينه وبين ربه. كذلك هنا تحسين الصوت مطلوب، فإذا رأيت إماما يحسن صوته أو إمام يقصده الناس ويكثر صفوفه خلفه ونحو ذلك لا تهم، وكلما يعني رأك الناس زاد في تحسين صوته، هذا بينه وبين ربه، الله الذي أعطى هذا الصوت وأعطاه هذه المنحة. وعلى كل حال لا 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 لا, لا تشغل قلبك أو حتى تدخل في دينك ما يعني يؤثر عليك وقد لا يضره. ولهذا قال هنا فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، بمعنى أنه يحسن صوته وهو في سفر، والعادة أن السفر أحيانا قد يكون ما في أحد ولا يعني وفيه كما قلنا مشغلة وتعب، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يحسن صوته، فمما يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحسن صوته سواء كان في جماعة أو كان وحده. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.